التفاح الفاسد بالكويت، وانتبهوا لما تاكلون تفاحة قشروها وقصوها وتأكدوا. عطني التقرير. هذا اليوم تفاح شرينا، التفاح من برا ما فيها شيء، طالعوها شوفوا محمد، هذه التفاحة من برا شوفوها ما فيها شيء، من داخل طالعوها شيء مو طبيعي. يعني هذا من اللي دائما يقولون عنه المحقون، والله أعلم. وهذه التفاحة كاهية على عدالة، هذه التفاحة كذي، ولو بنقصها لكم أكيد نفس الشيء. أعزائي المشاهدين، ظاهرة انتشار بعض الأغذية الفاسدة لازم نشوف لها حل. أنا أعتقد معي مداخلة، آخر شيء راح يكون معي مداخلة.